مبدئيا اختيارك لرياضه كره اليد يمكن مش من الحاجات اللي ممكن درجة او بنات او اولياء امور ممكن يوجهوا بناتهم تحديدا ان هم يعني يمارسوا الرياضه دي بالتحديد، لان فيها احتكاكات، فيها عنف الى حد ما، يعني متطلباتها ممكن تبقى اكتر بكتير من اي رياضات تانية ممكن الاهالي يلاقوها انسب لبناتهم. هو بصراحه هو في الاول جه صدفه، الموضوع كان ان انا اخش هاندبول، ده كان صدفه ان هو اختي الاول كانوا بياخدوا اللي هو الفرق الصغير مدارس وكده، فكانوا بياخدوهم من المدارس اللي هو يبداوا بيهم، فكنت بلعب باسكت، فماما قالت لي طب ما نبقى في النادي كلنا مع بعض يعني بدل، فاللي هو مش عايزه اروح يا ماما انا بلعب باسكت كويس، قالت لا 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 نروح ونشوف يعني باسكت حلو، الباسكت جميل يا ماما، فقالت لا لا نبقى كلنا مع بعض، فهو ده. بس انا لما بدات العب فعلا هاندبول، لا هو الهاندبول حاجه ثانيه يعني، لقيتي نفسك الحقيقه يعني لا شغف وحب، وبعدين عارف اللي هو هي عنيفه شويه فعلا بس بتخليك تحبها، هي فيها قوه يعني، انا بعتقد ان كل الالعاب محتاجه قوه يعني. انا انت فكرتيني زمان وانا صغيره برضو، انا كنت زي محتاره او كنت بلعب كذا حاجه في نفس الوقت، رحت لعبت باسكت وسباحه شويه، وبعدين اخر حاجه كانت تنس بس ما كملتش يعني. بس هي القصه كلها احنا بنبقى واحنا صغيرين فعلا مش عارفين الشغف بتاعنا فين في انهي رياضه، فيمكن كل الابطال اللي احنا لو تفتكر يا كريم استضفناهم برضو في البدايه مش تقريبا 80% منهم كانوا بيلعبوا حاجات تانية قبلها، لغايه لما بعد كده لقوا نفسهم في اللعبه اللي اختاروها ونجحوا فيها يعني. طب بالمناسبه احنا ليه ما عندناش منتخب قومي للسيدات في كره اليد؟ دي حقيقه فعلا، دي نقطه مهمه جدا. هو الاتحاد مهتم جدا بالناشئين يعني، هو بيبقى دايما عايز برضو يبقى محطوط اللي هو في اون سبوت، اللي هو دايما مركز اول دايما يبقى، فالناشئين عندنا لما بيهتم بيهم احنا بنعتبر احسن ناشئين موجودين، فانت بتروح بطوله افريقيا. طب ده نوال لمنتخب مستقبلي ممكن يكون موجود؟ الاتحاد هو في فكره ان هو مقلل شويه ان هو مش عايز يحتك مره واثنين وثلاثه، اللي هو يبقى فيه خساره في الاول، فهو عايز يبقى انا كونت منتخب جامد يشارك فيحقق حاجه مره واحده، فده ممكن يكون اللي خلي الاتحاد ان هو مش عايز يعمل منتخب يعني، هو كل مره بيقول ان هم فعلا محتاجين يعملوا منتخب اول، محتاجين ده لو خد تلتين المنتخب ده من النادي الاهلي هيعمل شغل زي الفل، مش هنروح بعيد يعني. والله يعني احنا نفسنا والله الاتحاد فعلا يعني يحقق لنا حاجه زي كده يعني ان شاء الله. طب المنافسه لو هنتكلم عن الموسم الحالي بقى انت شايفاها ازاي؟ هو احنا الموسم احنا بنكمل الموسم فاضل لنا فيه 5 ماتشات، هي المنافسه لسه ما حسمتش يعني، هو الدوري لسه موجود في الملعب، ان شاء الله يعني، يعني لو كسبنا 5 ماتشات في الفتره الجايه مع في يعني ممكن نحقق حاجه، وحصلت لنا يعني اخفاقات كتيره في الموسم دوت بسبب ان احنا كان عندنا اصابات كتير، كانت عندنا اصابات باينه بجد، كان عندنا ناس اعتزلت اخر الاصابات كان عندنا احلال وتجديد في الفرقه، فهو ده